دلوقتي هنروح الحقيقة الموضوع من وجهة نظري هو موضوع مهم جدا. ايه هو الموضوع ده؟ وزارة التعليم عملت مسابقة اسمها المعلمة الفعالة. المسابقة دي بيتم من خلالها او تم من خلالها تكريم المعلمين اللي بيتعاملوا مع الاطفال المدمجين وضحايا اضطراب العلاقات الاسريه. خلينا في تفاصيل اكتر عن هذه المسابقه من دكتوره هاله عبد السلام رئيس الاداره المركزيه لشؤون التربيه الخاصه اللي بتنضم لينا عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، واهلا بيكي معانا في صباح الخير يا مصر. صباح النور يا حبيبتي، وصباح النور على مصر كلها، والخير والامل يا رب. اهلا بحضرتك. يعني مسابقه المعلمه الفعاله، خلينا نعرف من حضرتك اكتر اهداف هذه المسابقه، ايه الغرض من المسابقه؟ يعني تقول لنا بعض التفاصيل اكتر يا فندم. مسابقه المعلمه الفعاله هي مسابقه اطلقتها وزاره التربيه والتعليم من خلال الاداره العامه لرياض الاطفال والاداره العامه للتربيه الاجتماعيه. تمت المسابقه على مستوى المديريات، نعم، ثم التقييم على مستوى الجمهوريه. الهدف الاساسي من المسابقه ازاي المعلمه تقدر تتعامل مع الاطفال المدمجين او اللي عندهم مشكلات او ضحايا اضطراب العلاقات الاسريه. المسابقه كانت ليها شعار، شعار بيقول بدعمك هيقدر، يعني ان المعلمه اذا قدرت ان هي تدعم هذا الطفل بشكل مختلف فالطفل ده طبعا برضه هو هيقدر بشكل مختلف. المسابقه تضمنت الاهتمام بالقضايا اللي بيتضمنها المنهج الجديد، ازاي المعلمه نقدر نشجعها على استخدام الاساليب المبتكره مع فئات الاطفال المدمجين، نعم، الاطفال اللي عندهم صعوبات تعلم، الاطفال اللي عندهم فرط حركه، تشتت انتباه، ازاي تقدر تنفذ انشطه بتدعم هؤلاء الاطفال خاصه في سن الروضه، ازاي يكون في تقبل للاخر من البدايه خالص، من بدايه سن الروضه، ازاي نقدر نعمل تبادل خبرات بين معلمات رياض الاطفال. هذه كلها كانت اهداف من اهداف المسابقه. هي مش بس، يعني بعد صباح الخير على حضرتك طبعا دكتوره هاله، يعني مش بس فكره اهداف المبادره، لكن هي كمان تحديات، لان زي ما حضرتك ذكرتي دلوقتي اولويات المسابقه هو التاكيد على الاهتمام بالقضايا التي يتضمنها المناهج الجديده، بالاضافه لتشجيع المعلمين على استخدام الاساليب المبتكره في التعليم. عاوزين بقى نشرح شرح مفصل للساده المشاهدين للكلام ده. صباح الخير على حضرتك حبيبي الاول. طبعا حضرتك عارف ان اي شيء جديد بيقابل دايما بالهجوم طالما ان احنا مش قادرين نستوعبه او نفهمه يعني. نعم. مرحله الروضه هي مرحله طبعا صعب جدا في التعامل معاها، لكن احنا عندنا المعلمات رياض الاطفال مؤهلات بالقدر الكافي. صحيح. يعني لما فكرنا نعمل المسابقه دي قلنا ان هم لازم هيطلعوا على بعض الابحاث العلميه الحديثه في مجال الدمج، وده كان من اهم الاهداف ان هم يقدموا بحث هي تقوم بيه بقى بعد اطلاعها على الابحاث العلميه، بحث على الحاله اللي هي او الحالات اللي هي بتشتغل معاها داخل الفصل. نعم. هنعمل معاها مقابله شخصيه ونشوف مدى تطبيقها للقضايا اللي بتتضمنها المنهج، زي المواطنه، زي القيم الاخلاقيه، زي ازاي يكون الطفل مبدع ومبتكر. يعني فكره التاهل من يعني التاكد عفوا من تاهيل المعلمات الاول. طبعا، يعني دي مساله منتهيه، لان احنا كمان بنعمل لهم يعني تنميه مستدامه بشكل دوري يعني. صحيح. ازاي المعلمه نفسها من خلال المقابله ازاي نقدر ننمي بينهم وبين بعض روح الابتكار والمنافسه اللي هي بتنعكس بقى في الاخر، يعني الهدف الاساسي بتاعنا من ده كله هو الطفل يعني. صحيح. يعني انا اذا قدرت ان انا المعلمه تكون بكل هذه الصفات وتقدر تتعامل بهذا الشكل، فده في الاخر هينعكس على الطفل اللي هو هدف اساسي
من اهداف بكل تاكيد يا فندم. طيب يعني هو الهدف مهم والمسابقه الحقيقه مهمه جدا، لان المسابقه من دورها كمان هي تحفز المعلمات اكتر. بس عايزه اعرف من حضرتك يا فندم، يعني ازاي احنا بنتكلم على اطفال واطفال ليهم حالات خاصه، ازاي المعلمات بيقدروا ان هم ينموا روح قبول الاخر عند الاطفال وان هم يقدروا يتعاملوا مع هذه الحالات الخاصه؟ كل معلمة من المعلمات اللي فازت في المسابقة، وطبعا هم قبل ما يحضروا إلى القاهرة للتقييم النهائي، كل معلمة هي فازت على المستوى المحلي بتاعها. المعلمة قدرت إن هي تدرس الحالة كويس جدا من خلال الأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي داخل المدرسة، قدرت إن هي تطلع على تشخيص الطفل طبقا للتقارير الطبية الموجودة، قدرت إن هي تلاحظ الحالة من خلال تعاملاتها هي شخصيا مع الطفل في الروضة، بناء عليه هي كونت الرأي الأخير، عملت خطة علاجية، وده كان شرط أساسي من شروط المسابقة إن احنا نطلع على الخطة العلاجية، الخطة الفردية اللي المعلمة عملتها بنفسها عشان تقدر، يعني ده في خطة علاجية فردية مش مجرد إيصال معلومة. لا 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 لا، لا. خطة فردية للتعامل مع الطفل دوت على مدار العام الدراسي. بعض المعلمات قاموا بإجراء مقابلات شخصية مع أولياء الأمور للاطلاع على التاريخ المرضي للطفل نفسه، بعضهم توجه لكليات التربية وكليات علوم الإعاقة المجاورة في المحافظات بتاعتهم، بعضهم اطلع على بنك المعرفة وقدر يعرف تفاصيل الحالة دي، تفاصيل التعامل معاها تتم ازاي. إلى جانب بقى شيء مهم جدا جدا جدا، وهو الفطرة الإنسانية لدى المعلمة رياض الأطفال، البعد يعني الإنساني. بس احنا حبينا ان ده يتم في اطار علمي، في اطار خطه واضحه لدى المعلمه على مدار العام الدراسي، ازاي المعلمه تقدر ان هي تدمج هذا الطفل فعليا، مش مجرد ان هو يكون طفل قاعد في الروضه وبعيد كل البعد عن زملائه، ازاي زملائه يشعروا بان في مشكله. صحيح، وعلشان نقدر نحقق الهدف المرجو من فكره ان انا بدمج هذا الطفل في المدرسه بشكل عام، يعني بالظبط، يعني ازاي زملائه يشعروا ان ممكن في مشكله، بس هم طبعا مش عارفين يعني حجم المشكله بطبيعه السن يعني. صحيح. لكن على الاقل هم عارفين ان زميلهم ده هو معاهم، موجود معاهم في نفس الروضه، كلهم بيتعاملوا معاه. اعتقد يا دكتور هلا، اعتقد كمان ان في يعني وظيفه ودور مهم لمدارس الدمج دي تحديدا، فكره ايقاف بقى ظاهره التنمر، يعني اللي انا ااهل الطفل المدمج في هذه المدرسه واهل كمان الطلبه اللي بيتعاملوا معاه، انا هنا بحد من ظاهره يمكن ظهرت في الشك في الوقت المؤخر، يعني ظهرت مؤخرا تحديدا. بالظبط، وده بيتم من خلال التوعيه، يعني احنا عندنا قرار الدمج، قرار 252 لسنه 2017، في جزء كبير جدا خاص بالتوعيه، واحنا مدين اتاحه لجميع المديريات انهم حتى على المستوى المحلي عندهم يقدروا يتعاونوا مع الجامعات المصريه، يقدروا يتعاونوا مع مؤسسات المجتمع المدني. صحيح. يقدروا يتعاونوا مع اولياء الامور من خلال مجالس الامناء للتوعيه بهذه العمليه، للحد من هذه الظواهر الغريبه على المجتمع المصري. طيب دكتورة هالة، يعني حضرتك تحدثتي عن معايير التقييم للمعلمات المشاركات في المسابقة، بس عايز أسأل حضرتك، هل يعني من ضمن معايير التقييم هل بيتم مثلا مقابلة بعض الأطفال أو بعض التلاميذ اللي عند هذه المعلمة المشتركة في المسابقة، ولا بيبقى فقط التقييم قائم على المتابعة اللي حضرتك تحدثتي عليها والزيارات اللي تبقى في الفصول؟ داخل المديريات التعليمية ده كان بيتم فعلا من خلال موجهات عموم رياض الأطفال، أما على المستوى المركزي هنا في القاهرة فيعني كان يصعب ذلك،
فاكتفينا بسي دي مصور من داخل الروضه لكل معلمه فازت على المستوى المحلي، والسي دي ده على يتم تصويره على مدار اسبوعين كاملين داخل الروضه في لقطات مقتطعه عشان نقدر برضو نكون في الصوره معاه. لكن في طبعا بعض المقابلات تمت من خلال المحليات، يعني المستوى المحلي داخل المديريات. وحابه اقول لحضرتك ان المعلمات رياض الاطفال على وجه التحديد بتجتهد اجتهاد غير عادي في التعامل مع الاطفال، خاصه ان المنهج 2.0 اداهم اتاحه اكبر عشان هم نفسهم يكتشفوا نفسهم الحقيقه يعني. يعني الحقيقه مجهود كبير ورائع، وكمان السن ده سن مش سهل وبيتبني عليه، ده الاساس اللي بيتبني عليه اللي قدام كمان. طبعا بنشكر حضرتك دكتوره هاله عبد السلام رئيسه الاداره المركزيه لشؤون التربيه الخاصه.